السلام عليكم. وعليكم السلام يا سي عمر. بارك الله على الشباب. شباب؟ باقي بدري كبرتي؟ كبرنا. دخلنا على باقي شبابي واقي مرا. دو تسابق انت وياه بدري. ها؟ دو تسابق انت وياه. انت شمن تسابق معنا؟ بغينا نوضو نصلي وكنخمو. طلبوا الله تعالى يتم باقي على خير. ومرحبا بالحباب. وعرفتي شكون معنا اليوم؟ معك الشرفة. معك الشرفة ديال بالي هلال بالي زروال مولي الخيل. ايه والله ما يسر. راه بني هلال هذا وليدي دكواكل. قال لي لو وصلتي لدكواكل اش كيقولوا؟ عمر ما تشوف الدل. كيقولوا لك عمر دكاكل ما تشوف الدل. عمر دكاكل ما تشوف الدل. ونطلبوا الله تعالى يسخر الجميع. هاد السيدة هذا راه بعنا ليه العود الدهم اللي كانوا ردوا لينا هذوك. كنا درنا عليه الفيديو. ايه. وراه تصاوبنا معاه. وراه حنا ان شاء الله انتم المشاهدين غادي تشوفوا العود. حقا راك انتم شفتوه. وهاد السيد راه دار النية معنا. ها هو جاي العود. ها هو دور 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 ليه. ها دور العود. ها هو جاي. تبارك الله. هذا هو العود يا ربي. زيتي مع الكاكاسين. شوف راه هذا راه سلعة الربع. هذا ملي حنحن عليك في هذا الفيديو والله الا سلعة الربع. بدريس خلي زيد هنا عندنا. زيد هنا عندنا مولاي احمد. تقدم لينا منين بلاصه انت وفينا بلاصه ان شاء الله غيمشي هذا الخير. صور وقول للمشاهدين رجع هاد الشيء. الله اقليم سيدي بنور دوار الشروقه جدد. أيه. جماعه العامريه. اييه. نطلبوا الله تعالى الله يسخر الجميع. وراه عاود راه مليح. وراه عاود راه فيه اصوف ديال الخيل ودهام وسبحان الله العظيم. الا قلت لك واحد القضيه هذا العود راه فيه داك الشيء اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. راه رجلين بثلاثه بايضين والكحله اليمنيه. وقال ان القيطه ما فيش هنايا. لا كاينه. كاين سالوت. هي هي كاينه كاينه. سويرت ومن الفوق راه كيكون من الفوق ومن التحت. من الفوق ومن التحت. سبحان الله العظيم. ايوا الله يسخر لي توا دار معنا النية مسكين. الله يسهل لي. وتحية الناس دكوالة. بارك الله فيك. دعشنا في دكوالة شحال من عام. راه من دكوالة كبرتكم يا عمر. ايوا نطلبوا من الله التيس. من الرطمي بشعيب. هاد العود راه جايبينو الرطمي بشعيب اللي جايبينو. الرطمي بشعيب. تحية خويا الرطمي بشعيب. الرطمي يلاه ولا جديد. يلاه ولا جديد. ولي كان دار في دار السلام في شبان في 2016. ايوا صافي هذا راه ما بقاش ولا جديد. هذا راه بطل المغرب. لا على بال. هذا ملي دايز دار السلام ومن الديار على بال. وما الحمد لله راه ركوب دكوالا صراحه هي هذه. راه اللي ما داش راه اللي ما داش في دكوالا في الركوب وحمر وعبده راه والو. راه ناس واعرين في الركوب والشيخه من تما وكل شيء من تم. هنا المدرسه مدرسه الفروسيه اللي كيتخرجوا منها الامراء وكل شيء راه هي مدرسه البوسونيه. سمعتيني؟ الزاويه. اييه. راه منها كيتخرجوا العلماء ويتخرجوا الركابه ويتخرجوا كل شيء. تحيه الناس حمر. شرفه. وتحيه بدريس كاع الكسابه مالي الخيل. جينا عنده وكبر بينا. مرحبا سيدي. مرحبا. مرحبا بك اخويا جيتي عندنا حنا. وهاد السيده بدريس ها هو تبارك. ما خسرش لينا راه كبر بينا ودار بحسابنا. قال لنا داك الشيء العود بحال موخوت. قال لك اللي بغا تعطيوه عطيوه وغيضرب منا تماره. غادي لبلاصه اخرى وغادي يوصلوا لينا حتى العونات. تعال نوصلوا لينا. غادي لبلاصه اخرى مسكين. وقال لك انا نديه ما لا كانش من يجيبوه راه غيديه لينا حتى البلاد. وشوف هاد الحرقه ديال هاد العود سبحان الله العظيم. قال لي انا نشريه داه شريته دابا نخلصك دابا. وولده راه شاري لولده راه كيعيط من قبيله يعيط. امتى غيجي العود امتى؟ وشوف راه هاد راه حنا الحمد لله المغرب ديالنا راه فيه راه باقي فيه الخير. والله اسيدي الا كنفرح انا الناس اللي كيشريوا هاد الخيول بحال هكا ويعمروا البلاد. وقال مولاها قال مولاها كيعمروا الجوقه. والله الا فيهم الخير. راه كاين اللي عنده الملايير ولا عود لشره. والله اقول لك ما عندي ما ندير انا بموالي الخير. وكيقول لك ابو ادريس المراح اللي ما فيه العود ما فيه خير. خالي خالي. اه. ونطلبوا الله تعالى هذا الراجل هاد الناس يدخل عليهم الله هاد العود بزايد الرزق وبالتيسير. وواحد العام يكون مبروك. وغادي يكون على الخير ان شاء الله. هذا العام في الظن ديالي غادي يكون الخير. والله يسقي شي من شي ويقاد البصر مع العمر. وتحيه لدكوالا راه تنحبكم وانتم كتحبوني. وهذاك الشيء اللي درتو علينا في مولاي عبد الله راه بركه. هذاك الشيء يا كاسي خالد. هذاك الشيء وتحيه للجدد. وتحيه خويا عرجان. تحيه
تحياتي. تحية للجدد وتحية للولاد الحاج مصدق، راهم كانوا أصدقاء ديالنا وما كناش نعيدو من الدار. تحية ليهم، وراه كيجيو للسوق دابا وتيسولوا علينا. تحية المازيز، تحية المازيز راه صديق ديالنا وكيشري عندنا الخيول، والله يشقي شي مشي والله يربح. بدريس تسمح لي واحد لقطه غنقولها. نعم اسي. شوف سبحان العظيم، انسان اللي كيكون مرضي والدي شو وجهو كيمنور سبحان العظيم. شوف هاد الناس منورين هادو، راه كاين طابع. شوف كوما كان طابع ما يشريوش العود، المساخيط ما كيشريوش الخير. كيحسبوا والله المساخيط ما يشريو العود. والله العظيم الا كاين اللي مرضي الوالدين وما عندوش ريال ودير العود في الدار، الريال ما يدورش دي قبطه النعلة، الا شرا السكر ما يلقى باش يشريتي. وكيجيب لا تيسير، وكيجيب لي لا تيسير وعيش. ولا كان نهار الكبير كتلقاه من الكبار، صح. والمسخوط نهار كبير راه كتلقاه من الصغار. شو شالي الرويضه، مش الرويض كاملين. اي والله يسهل عليك. كاين الصباح يبغي ديماري كيلقى كلشي بارك. اي والله تفكر حتى هو عيط للميمه مع الوالد. اي والله يسخر، وتحياتي لكم والله يصدق لكم، والله يربح دكاله كاملين ويربح المغاربه كاملين والله يسخر. تحية الأشرف قيصر، مرحبا 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 مرحبا. كاين جبرها جايين كنحبهم لله، راه الحمد لله الله يحفظك. كلمة اللي كيقول الله يعز دكالة من ديما نتبعو. ايوا مرحبا بكم اخويا، مرحبا بكم، ونطلبوا من الله التيسير والله يسخر. المريقات ديالو ناضي داكشي ما نعاودوش فيه الهضرة. ايوا الله يسهل عليهم. وكان ولدك اسمه محمد علي، كنوجهوا تحية لمحمد علي والعائلة ديالك كبيرة وصغيرة. واللي كيعرف مولاي احمد راه مرحبا، راه الزرده غايديرها للعود. شوف الزرده غايديرها لينا هنا. مرحبا مرحبا، طاح الريال هنا نلعبوا عليه. الله يسخر اسيدي، الله يسهل. يلا تحياتي، الله يسهل، الله يجعل سيدي ربي يدخل عليكم بزايد الرزق.